صدمة كبيرة في إسرائيل. لماذا اختفت تسجيلات مهمة لهجوم 7 أكتوبر من سجلات قاعدة البيانات المركزية الإسرائيلية؟ صحيفة جيروزاليم بوست تتحدث حول تعمد شخص ما حذف هذه التسجيلات لعرقلة أي تحقيقات معمقة بشأن الأحداث، وهو ما يعزز فرضية أن جميع الساسة في إسرائيل يبحثون في المقام الأول عن مصالحهم الخاصة والتهرب من المسؤولية، وأيضا أن هناك صراعا على السلطة بين كبار المسؤولين الإسرائيليين. الشبكة العسكرية الإسرائيلية زيتيوب، والتي كانت تسجل حتى مرور نملة على الأرض، أصبحت فارغة برمشة عين. وفي الوقت ذاته الجيش الإسرائيلي يكتب عبر منصة إكس أن جميع المواد المتعلقة بالأحداث موثقة ومحفوظة، وأن الوصول إليها محظور على غير المعنيين بها. روايات متناقضة ومبررات مشكوك بها تنضم إلى وقائع أخرى، فها هو نتنياهو يهرب من أزماته بمجازر ضد القطاع، وها هم وزراؤه يتهمونه باستئناف الحرب لإنقاذ مستقبله، أما وزير جيشه فيرفض الظهور معه حتى في مؤتمر صحفي. إذن كابوس من الفشل يلاحق نتنياهو ورجاله، قد يجعل نتائج تلك الحرب تمزق تل أبيب.